السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة نتاعكم عزيز اوبتيميست، والشعار ديالنا دائما هو التفاؤل لا للتشاؤم. اليوم وصلت لواحد مدينة اللي هي اسمها ميديجين او ميديلين وسط كولومبيا، وانا الان في واحد منطقة اللي كتسمى زونا روسا، ونتمنى الفيديو يعجبكم وما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناة. هاد الساحة هادي كما كتلاحظوا معايا كتعتبر من اشهر الساحات هنا في ميديجين، وعامرة الحراسة المشددة، عندها ثلاثة ابواب كيحميوها الشرطة، يعني هنا تصور وانت ما تخافش. ورايا واحد الشارع كيعتبر من اخطر الشوارع هنا في ميديجين، المخدرات، الحشيش، الدعارة، السرقة. كنسمعوا في بلداننا ولا في اوروبا ان كولومبيا خطيرة جدا، دابا انا ليا فيها اكثر من شهر ما عمرني تعرضت لشي سرقه وما عمرني تاديت. علاش؟ حيت انا كنجتنب هاد الاماكن اللي فيها الخطر. نعطيكم واحد الفكره كيفاش الناس كتعرض هنا للسرقه. اصلا هذوك اللي كيتعرضوا للسرقه كيمشيو كيقلبوا على بلايص اللي تسرقوا فيهم. مثلا هنايا اعزكم الله الانسان كيجي كيبقى يقلب على الدعاره، مثلا على الجينز، كيمشي مع المميسات. ديك الموميسة اشنو كدير له؟ يا اما كتعطيه المخدر وكينعس وكديلو كل ما كيملك، او مثلا كتاخذو البلايص اللي هما اصحابها كينتظروها وكتجيب لهم الفريسة حتى لحداه. ونعطيكم الفكرة، كاين هنايا واحد المخدر شي ضروري تاخذو ولا تشمو؟ لا، ممكن الانسان يكون هو متعاطي داك المخدر ويجي يهضر معاك وينفخ لك في نيفك وانت تستنشق داك النفس ديالو، كتخدر كتولي انت غير تابعو فين ماداك. وكاينين الناس هنايا استنشقوا داك المخدر ولاو تابعين غير هذاك الشخص اللي معاه، فين ما كيديه كيقول له يلا. تخيل كاينين الناس كياخذوا البنكة وكيتيري الفلوس وكيعطيه الفلوس من غير ما يدري، من غير واحد الشعور. وانا غنكتب لكم اسم هذاك ديال المخدر اللي منتشر هنا في كولومبيا وخطير جدا. اما واحد الحاجه اخرى، مثلا هنايا على هذه البلاصه اللي انا فيها، انا جيت لهذه البلاصه الغرض ديالي هو باش نصور. كاينين شي ناس غيقولوا انت غادي يعني باش كتقلب على الجنس. لا، انا ما كنقلبش على الجنس، انا جيت غير باش نصور فيديو في هذه المنطقه. وهذه المنطقه اللي انا فيها الله المستعان كتلقى البنات ديال 13 سنه بجميع الاجناس جميع الاعمار كيمارسوا الجنس هنايا بثمن بخس، يعني ممكن ب 10 يورو 8 يورو تعمل اللي تبغي. واغلب الفتيات اللي كاينين في هذه المنطقه هذه هما من فنزويلا ومن الاكوادور وفيهم حتى الكولومبيات، يعني من جميع الاجناس. والغريب الامر الشرطه ما كدير لهم والو، حيت هنايا الجنس عندهم مباح، ماشي عيب عندهم الجنس، يعني حياتهم كيعيشوها كيما كيبغيو. وهنا الحياء مفقود، يعني باش تقول حشومه او لا يشوفوني الناس، لا عندهم عادي. هاد المرأة مسكينة أثرت فيا، مرأة كبيرة ومتقدمة في السن، وكنت بيع الشاي او كنت بيع القهوه وخديت منها وعطيتها الدوبل ب 10 مرات، لان كيعجبني الانسان اللي كيخدم على راسه. هي افوكادو بخمسة ميل بالي هنا يا ورو موتشو غوستو غراسياس. هنا كتلقاهم كيبيعوا بحال داكشي ديال المغرب في الكرارس. Ayer por la noche me dio un call. Siendo todo bien, mi amada. Somos como la luna queriendo sol. De ti vida no quiero nada. Por eso te evito. No vuelvo adictivo a sus gritos. No lo hacemos, pero admito. Y al final contigo no es bonito. No es bonito. Chica, tú eres la dos. Que he inyectado en mis venas. La dueña de esos momentos con los que sueño. Chica, tú eres la dosis que he inyectado en mis venas. La dueña de esos momentos con los que sueño y mis condenas. Lo malo es que bien la pasamos. Ya no quiero separarme de ti. Y aunque sea lo correcto. انا مرة نعسة على كرشها، اكيد عندها القصة.
اكيد الصوره كتعبر على شي قصه مؤلمه. وهنايا امراه نعسه على جنبها وكتشوف للسماء، واكيد هي عندها قصه حتى هي في حياتها. طلع كما كتلاحظوا هنايا التماثيل عندهم قصه، وما كيعتبروا رمز ديال هاد المدينه هذه، وفيها حوالي 50 تمثال. Empieza los roces. Empecemos tranqui, tranquila. Que eres la primera de esta fila. Se me está olvidando esa mentira. Mientras tú me drogas y se me agrandan las pupilas. Será la droga más fuerte que pueda probar. Aunque se sienta correcto, yo sé que está mal. Y te odio a la vez, algún día lo sabrás. Saldré. Estoy aquí, no volveré jamás. Chica, tú eres la dos que he inyectado en mis venas. La dueña de esos momentos con los que sueño y mis condenas. Chica, tú eres la dos que he inyectado en mis venas. يعني الشارع هذا كيعتبر شارع يعني ماشي نظيف، فيه المخدرات كتباع علانية لأن مسموح بها هنا في كولومبيا، لكن أقل من 5 غرام، وكلشي كيستعمل ماريوانا في هاد البلاد هادي. ودابا كنصور هنايا في هاد المنطقة، والبوليس يعني إلا دخلت لداخل يعني شارع موسخ، الله المستعان، دعارة علانية. كتلقى البنات ديال 13 سنة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الإنسان اللي فيه الإنسانية قلبه كيضرو ملي كيشوف بنات 13 عام و15 عام كيمارسوا الدعارة وعلانية وفي الشارع، والبوليس ما كيقدرش يهضر معاهم.